ثم قال ابن الأثير: ثم دخلت سنة 617 هجري ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام. لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا، إلا أنني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا، فنقول هذا الفعل يتضمن، والكلام لابن الأثير يقول: فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قال قائل إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. الآن سؤال: الآن الحمد لله بفضل الله تعالى توفقنا ووفقنا إلى أن نصل إليكم ما هو واقعي وحقيقي. الآن السؤال لكم: ما هو السبب في تحرك المغول؟ ما هو السبب الرئيس في تحرك المغول وفي تنمر المغول وفي توحش المغول وإصرار المغول على غزو بلاد المسلمين؟ ما هو السبب؟ عندكم الجواب. صار الجواب واضحا يقينيا. لاحظ، إذن علينا في كل عصر في كل زمان أن نبحث عن الأصل، أن نحدد المشكلة، أن نشخص الداء، أن نبحث عن حقيقة ما جرى وسبب ما جرى وواقعية ما جرى، لكي نأخذ الدروس، نتعلم لكي لا تتكرر المأساة، لا تتكرر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها. ما هو السبب الآن؟ السبب تلك الغدرة التي قتل بها خوارزم أولئك الأبرياء التجار الذين أتوا إلى بلاد الإسلام والمسلمين. لاحظ، هذه الهجية عامل اقتصادي، قوة اقتصادية تأتي إلى بلاد الإسلام يستفيد منها المسلمون، وهؤلاء الهمج، هؤلاء الذئاب القاتلة الإرهابية، هؤلاء الدواعش، هؤلاء المارقة، كما يفعلون الآن يقتلون الاقتصاد، يقتلون العامل الاقتصادي، يقتلون الأبرياء، يقتلون السياحة، يقتلون السياحة الدينية والسياحة التاريخية وسياحة الآثار، يقتلون العلم والعلماء، يرهبون الناس، يدمرون البلاد. لاحظ نفس الكلام، أتوا تجار يحملون الأموال، السبائك الذهبية، الجواهر، الأعيان النادرة، الأشياء العجيبة، الحيوانات النادرة الثمينة، ماذا يفعل؟ يقتل هؤلاء. سراق عبارة عن لصوص ليس عندهم إلا السرقة والسلب والنهب، تسلطوا على رقاب المسلمين بإمضاء وشرعنة ابن تيمية ونهج ابن تيمية. هذا هو حقيقة الأمر. لا خلاص للإسلام والمسلمين، لا خلاص للإنسان والإنسانية، للشرق وللغرب، إلا باستئصال هذا الفكر التكفيري لابن تيمية المارق القاتل الإرهابي ولأمثال ابن تيمية في باقي الديانات المنتسبة إلى المسيحية أو إلى اليهودية أو إلى غيرها من ديانات تعتقد بآلهة مختلفة. إذن يجب استئصال الفكر الداعشي من كل الديانات، يجب استئصال فكر ابن تيمية، ابن تيمية المسلم والمنتسب للإسلام، وابن تيمية المنتسب لليهود، وابن تيمية المنتسب للمسيحية، وابن تيمية المنتسب للبوذية ولغير هؤلاء. إذن يوجد ابن تيمية عندنا ويوجد ابن تيمية عندهم، يوجد دواعش عندنا ويوجد دواعش عندهم،
يوجد فرنج عندهم ويوجد فرنج عندنا، يوجد أعراب عندنا ويوجد أعراب عندهم، يوجد مغول عندهم ويوجد مغول عندنا، يوجد هلاكة عندهم ويوجد هلاكة عندنا، يوجد جنكيز خان عندهم ويوجد جنكيز خان عندنا، ويوجد لص وسارق خوارزم عندنا ويوجد لص وسارق خوارزم عندهم. لنكن منصفين في التفكير، لنكن عقلاء في تحديد وتشخيص الداء وتعيين الدواء. يقول ابن الأثير: فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها عامة الخلائق وخاصة المسلمين. فلو قال قال إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها.